قول لي دكتور عمرو بقى اخيرا انا لقيت المراقب جاي بيعتذر لحضرتك عشان برضه نوضح لمشاهدي قناه النادي الاهلي، عملت ايه؟ نعرف حضرتك هادي وما بتتكلمش. بس انا مترجم، فانا كابتن سيد نزل الملعب عشان يتكلم عن مع الحكم، انا نزلت معاه عشان اترجم، انا ما اتكلمتش، هو كابتن سيد اتكلم بالانجليزي اصلا، فانا ما احتجتش اتكلم اصلا، بس لقيته بيتوجه ناحيته هديني انذار، فانا خايف قلت له ام ترانسليتر، يعني انا بره الموضوع، فاحمديه الكارت الاحمر تاني خلاص معلش. معلش جت فيا انا. شكرا كونجريشن. يمكن مشاهدي قناه الاهلي